هناك إجماع إذن على أن هذه الخطوة بمثابة بداية تحريك المياه الراكدة على صعيد العملية السياسية السلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين. واشنطن أين في هذه المعادلة؟ وهل بالفعل ستكون الأشهر القليلة المقبلة حبلى بالكثير من التغيرات؟ أولاً، واشنطن تنظر إلى الأمام، إلى المستقبل، ولكن لو سمحت لي يعني بنقطة أشرح فيها. تفضل. على الأقل كما ترى هنا من واشنطن، لو لم تكن هنالك اتفاقية كامب ديفيد، ولولا الدور المصري التاريخي الذي بنى البناء الأول وبعده الأردني وحتى السلطة الفلسطينية، لم تكن قيادة الإمارات، وهي تعرف ذلك، قادرة أن يعني تخرج هذا الاختراق من الإمارات إلى إسرائيل من دون هذا التحالف العربي الذي بدأ منذ عقود والآن هو يتكتل مع بعضه البعض. اثنين، بالنسبة للولايات المتحدة، ما يجري الآن يسهل على أمريكا حماية المنطقة من خصمين استراتيجيين كبيرين، وهي تحاول ذلك. أولا التوسع الإيراني، وثانيا ما يجري على صعيد الميليشيات المؤيدة للإخوان إلى ما هنالك. هذا سوف يسهل التحرك العربي الأمريكي الذي بدأ عمليا مع الرئيس ترامب في الرياض بشكل كبير، لأنه قبل ذلك كان دائما هنالك ضغط من بعض اللوبيات في واشنطن تقول أنه لا يمكن العمل مع التحالف العربي، لا يعطينا أي شيء. الآن التحالف العربي بشخص الإمارات خرق ووصل إلى اتفاق، إلى آلية اتفاق مع إسرائيل، وسيحتفظ على حقوق الفلسطينيين وينميهم، وهذا يريح الولايات المتحدة الأمريكية في عملها ما بعد الانتخابات الآتية. سيد وليد، ختاما، بما تنصح القيادة السياسية الفلسطينية؟ أنا تكلمت مع مستشارين من تلك القيادة في العام 2016 وشرحت أنه هذا ما سيحاول رئيس ترامب أن يقوم به. للأسف كان هنالك تأخير لأسباب داخلية أمريكية. أنا برأيي الخاص أن ألتقط الفرصة. الخطاب يستمر والضغط، وهن يعني الحقوق اللي عندهم إياها بدون يحافظ عليها، ولكن ألتقط إذا هذا الحدث الإمارات الإسرائيلي الأمريكي ومدعوم عربيا يوفر شيئا للفلسطينيين، وخاصة أقول فيما بعد وليس الآن، شيئا في القدس وأشياء أخرى في مناطق أخرى، ألتقط هذه الورقة وأبني عليها. هذا رأيي المتواضع.